القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور ولتوب الردى لنهى بالعدا ولتوب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي يا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب أنا بدك تقلعني من الدكان وتحط محلي أبو الهول يا شبو أبو الهول ابنيتك شبو يعني بصراحة أحسن منك لا أبو الهول صار أحسن مني يا أبي لك يا ابني مو مسألة أحسن أصلا حدا بيبدي غريب عن ابنه بس عمك بيحبك ورايدك روح لعنده بيعلمك انت هيك شايف يا ابي ايه يا ابي ايه احسن الي ولك الله يرضى عليك خلاص ايه اللي بتشوفه يا ابي اللي بتشوفه الله يرضى عليك يا رب روح ابي روح السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله يضرب قلب الاب شو شرشر بس شو عامل حمار لمين ما بعرف عدلية هذا انت عدلي؟ شو جابك على ديوان زعامة هذا ابو طالب؟ جيت اسال الزعيم عن ابني يعني ما بقى فيك تصبري ليرجع على بيته وتطمني منه عن محمد؟ انا وعم بقضي غراض البيت هب قلبي فجأة وخفت كتير حملت حالي ورحت لعند الزعيم على البيت ما لقيته قلت طالما طلعت خليني روح اسأل عنه بالديوان جايتك على الديوان محلوة بحقك اذا بدك شيء قليلي انا بسألك عنه الله يرضى عليك يا بدرية خلص تقبرني يخلي لك شبابك يا عدلي بس ترجع على الديوان اسألي عن محمد والله نار وشعلة بقلبي خلص ولا يهمك انا لما ارجع على الغدا بجيب لك معي الخبر اتكلي على الله يلا بخاطرك
الله معك. ابو مرعي خليل كيف الرزق؟ والله الف الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. محمد وين؟ ماني شايفه. والله محمد مو هو، راح. وين؟ اجى السيد حسان واخوه. شو الحكي؟ اي والله شيء في شيء. شرف عم شرف 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 عميد عندي والله. شو عرفك انه اثنيناتهم راحوا مشوار واحد؟ لانه السيد حسان اجى لهون على البلكاني ودار حديث بيناتهم. بعد منا السيد حسان راح على الحاره قبله ساعه زمان ورجع، ولما رجع اخذوا لمحمد معه وشدد علي اني ما اجيب سيره لحدا انه راحوا مع بعضهم. شي هالزيره هي ابو مرعي؟ والله ما بعرف. طالما ما حكوا قدامك وين رايحين وين جايين، ليش لا يصر عليك انك ما تحكي لحدا؟ ايوه. طب شو الحديث اللي دار بيناتهم قبل ما يروحوا؟ والله حكوا عن مشاكلك ومشاكلها. ايوه ايوه. يا ميت اهلا وسهلا بسيدي ابو طالب. اهلين اهلين. الله يسلم الديات يا رب. يا رب يا ابو مرعي. شريف دخيل عينك. اهلين يا اخي. صاري بوصلك يا مرحبا. خير؟ شافك مو على بعضها. ليش امتى كنت على بعضي يا ابو مرعي؟ من لما استلمت الزعامه لهلا قل لي امتى كنت على بعضي؟ الله يهدي بالك. آمين يا رب. فرج علينا وعليك. إن شاء الله. يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين ويا حلت علينا البركات كمان. هلا بلا ما تتمنطق بلا طعمة، بدنا نحكي مع الزعيم أبو طالب. إيه بس والله الزعيم أبو طالب مو هو. شي كان وينه؟ والله علمي علمه. حيث انه مو هون يعني ما بتعرف امتى بدي ارجع؟ كمان علمي علمك والله يا عمي ابو مرزوق. طيب بنحكي للعضوات. هذا الموضوع ما بيحله الا الزعيم ابو طالب، ولو حكيته مع العضوات بدهم يردوا يستشيروه للزعيم ابو طالب. ايه بس كمان عضوات مو هو. ها شفتوا؟ معناتها لما بيرجع الزعيم ابو طالب خبرنا بدروش. اذا شغله مستعجله انا بحلها يا رجال. ايوه ما بقى غير نص نصيص يحل ويربط مشاكل الحاره. هلا انا نص نصيص؟ الله يسامحك يا عيدو. عم بمزح معك بدرو. شو بنا اذا هيك منت علينا. ليش هيك عم يصير معي؟ ليش وين ما رحت لا هي مسكر بوشي؟ لو كان في احتمال اترك الاخر هلا ما عاد في مجال، لاني يمكن لاقي طرف الخيط اللي ممكن يوصلني لقاتل ابي عند خصومه للاخر. من اليوم لازم اسعى وراء لصق ايدي ورجلي. بس اذا تركت الشغل مثل ما بدها امي ودري الاخر اكيد ساعتها رح يعلم شنبتي. يو على شو عم يدوروا هدول مقصيف الرقبة؟ يا ربي على شو؟ بس يا ستي كنت اسألك سؤال من بعد اذنك. خير تقبريني؟ يعني
انشغل بالي وقلت لحالي إذا بعرف الصبايا على شو عم يدوروا مو مشان شي بس مشان أقدر ساعدكم. الصبايا عم يدوروا على خاتم، في خاتم لمريم وقع منا وما عم نعرف وين واقع. يلا يوم خاتم بده يسلط بطناجر وصحون ببيت المونة. وين صارت هي؟ على هامان يا فرعون، ولي على عيونكم شو قارحين وكذابين. رحت لعنده على البيت سألت عنه، أم عبدو قالت لي ما بتعرف وين راح، قلت يمكن لاقيه هون بالمالكاني. والله إذا بتحب تسمع رأي أخي أبو طالب، إذا جاي نصيبة للبنت لا تفقف بوشها. هيك رأيك؟ والله يا حال الدنيا أخي أبو طالب، يعني البنت مصيرها لبيت جوزها، وعلى أول ما سمعت منك إن الجماعة أوادم ولادين حلال، والشاب معه شهادة الدكتور. صحيح، الله يتمم على خير. آمين. يلا بالإذن. قاعدين أبو طالب؟ وراي شغل والله. لكن جاهز؟ بعدين ما عندي نفس عمي، بس يجي حسان ومحمد قلهم عوزهم على رأسي من فوق. يلا وين عمي أبو طالب؟ الأكل رح يجهز. عجبها، هلأ عم بقله مالي نفس. لأمتين بس؟ معلش كله عني. يلا السلام عليكم. الله معك بأمان الله. الله معك يا أبو طالب. وجهي الله يخليك، دوري. إيه على عيني. يا مطمني شو صار معك؟ هل لقيته شيء؟ لك امي فتر راسنا ما كنا نلاقي. وبعدين بهالقصة شو بدنا نعمل؟ نضل عم ندور لحتى نلاقي. يلا تربيني يلا. الله يقويكم انت وياها. يلا ما في شيء. شو صار معكم يا مو؟ لك اللي فتر راسنا عليه وما كنا نلاقي. شو اعمل؟ معلش يا مو معلش، طولي بالك. سمي بالله رجعي دوري مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تعي. ميمي صالحة، خلي عينك على اختك مريم، انا رايحة مشوار وراجعة. ليش لوين رايحة يا مو؟ بس ارجع بخبرك. ما بدي ارجع اوصيكي، ديري بالك على اختك مريم وعزمي بيت المونة، ابقي شقري عليها. لا تاكلي همي. يلا الله معك. رضاك يا ماما. الله يرضى عليك ويبعدك على هون. الله يديمك فوق راسنا يا حبيبي. دورت على شغل؟ ايه دورت ولقيت انه قاسى شيء. بعد ما دورت لقيت بكل البلد يعني يشتغل بالسوق التحتاني، يعني بساعد العالم تنزيل الاغراض، تطليع العفش، يعني المهم ناكل لقمتنا بالحلال. ايه شو علي يا ماما؟ الشغل مو حرام، المهم شغل حلال وبيرضي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله وكيلك يا امي، انا ما بدي شيء من هالدنيا كلها غير رضاكي. الله يرضى عليك. تسلمي لي والله يديمك فوق راسي. ما بتصدق يا حبيبي قديش انا فرحانه فيك، بس ما بتكمل فرحتي غير لما اشوف اولادك هيك عم يلعبوا حولي. الله كريم امي، الله كريم. هالقصة طولت وصار لازم أفرح فيك لك أمي. لا أمي، هالقصص مو ببالي هلا. ليش لك أمي؟ أولتها وآخرتها رح تتجوز، فليش ما أفرح فيك على حياة عيني؟ خليني أفرح فيك قبل ما أموت. بعيد الشر عن قلبك أمي، الله يخليك لا تحكي هالحكي. أولتها وآخرتها لك أمي، الله بده ياخذ أمانته. وشوفت عيني ما عم بقدر أقوم بهالبيت، فليش ما تتجوز بنت الحلال اللي تقوم فينا أنا وإنت؟ نحكي من نحكي. فكر بالقصة. إيه حلك الكبير اللي قدك ولاده من طول نشوف شو بأمرك يا حنان. يا مي أهلا وسهلا.
يا أشرقة الأنوار والله. إياكي يا رب. تفضلي تفضلي تفضلي. إياكي يا رب يزيد فضلك تقبريني. أهلا وميت سهلة. بالمهلة تقبريني. إي والله والله من جوات قلبي فرحانة بزيارتك. خلي لي إياكي يا رب، إن شاء الله إلهي لما بتزوري النبي. الله يسلمك. أم سلوان ساوي قهوة على السريع. أمرك يا ست. حركي. أهلا وسهلا. بالمهلة تقبريني. أنا قصدتك بخدمة. يو أميت خدمة وخدمة تخدم عيون أم طالب. تفضلي تقبريني. يخلي لي إياكي تقبريني. أنا بنتي صالحة إجاها خطابين. يو إن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكي يا حق. قلت لحالي طالما بتعرفي الجماعة حابة أنا أخذ رأيك فيهم. أنا بعرفهم؟ إيه بتعرفيهم. مين الجماعة؟ عصمت خانم اللي شفناها عندك بالعرس الجماعي. أيوة على أولى شافة بنتي صالحة وقال عاجبتها كتير. يو أي والله والله بناتك بتربايتهم وأدبهم بيعجبوا الوزير. يخلي لي ياكي يا حق. بقى حابة أخذ رأيك فيهم. بصراحة يا أم طالب يعني أنا علاقتي بعصمت خانم برانية شوي. أيوة أي بس يعني ما سمعت عنهم غير كل خير. هيك قولك؟ أي والله يعني كل هالسنين اللي راحت ما سمعت عنهم شي مو منيح. بصير خير لك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. روح جيب لي رئيس المخفر بسرعة. حاضر يا آغا. أهلين يا آغا. خليني خلصت يا آغا؟ أكيد ولا خجلتي مني؟ لا لا شحني خلصت يا آغا. غريب ماني شايف حدا منو. عمي مدحت بالليوان وبعت الفلاحين على البيدر. أيوة أيوة قال بدهم يحملوا القمح والشعير. وهيك تاركين وحدة حلوة صبية مثلك مثل القمر لوحدة؟ قلت بغسل الغسيلات وبحضر الأكل لبين ما يجوا يا آغا. حلو وأنا كمان مشتهي آكل أكلة طيبة وشهية ولذيذة من إيديك يا عزيزة. إيه شو علي يا آغا؟ رح أنشل الغسيلات وبلش تحضير الأكل. لا 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 روحي على غرفتك ولا تطلعي منها بنوب لبين ما ناديلك أنا. جايني ضيوف. أمرك. يلا بسرعة. مدحت يا مدحت. نورت يا آغا. مدحت بتروح على البيدر وبتراقب الفلاحين وما بتخليهم ينصرفوا لأجي لعندك أنا شخصيا وأحكي معك. خير في شي يا آغا؟ عمال مثل ما عم أقلك وبس. تأمر. وبالنسبة لأبو العز بتشحطه وبتحبسه بالزريبة وما بتخلي حدا يقرب ناحه. شدد عليه الحراسة. فهمت؟ ليش عامل شي؟ الواطي عم يخطط للهريبة من جديد. شو هالحكي؟ اي نعم وبتشدد عليه الحراسة وما بتخليه يتنفس بنوب. فهمت؟ تأمر يا آغا. روك لشوف وشوف شغلك. وجه
عزيزي شو بدك اسوي لك؟ شو بدك بعطيك؟ صدقيني شو بدك؟ وين؟ عزيزي قلت لك مشتاق اكل ألذ اكله من ايديك يا عزيزي. يستر على حماتك يا اخا. لا فوتوا لجوا. ليش شو عامل؟ انا شو عامل؟ ما بتعرف حالك شو عامل؟ والله ماني عامل شيء، الله وكيلك ما عامل شيء. بعدين شوفت عينك من الصبح لهلا وانا عم احمل شوالات الشعير والقمح مع الفلاحين على البيدر. ست بوزك. بوسيدك. ست بوزك. بوسيدك. بوسيدك. بوسيدك اللي شو عامل؟ حتى تتربى وتعرف كيف تهرب مره ثانيه. انا؟ إيه انت لكن انا؟ وشحك جبت نهايتك بإيدك. والله أنا ما بدي أهرب ولا عم فكر بالهريبة، على شو أحلف لك؟ فات الأوان يا أبو العز، فات الأوان. طيب اللي اللي مين اللي قال لك مشان واجهه؟ هذا مو شغلك، بتسد بوزك قبل ما تعسك بجري. فوتوا أنت وياه، إياكم ثم إياكم. اسمع صوته وحسه ونفسه لحتى تجي أوامر الأغا. أمرهم عليه. عليهم عمي متحاف. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين وسهلين. شو القصة يا اغا؟ الملكانة لا هابوب ولا دابوب. الفلاحين كلهم بالبيضة. ايوه. تفضل تفضل استريح. خير يا اغا؟ والله شغلت لي بالي لما اجى الشوفير تبعك وخبرني بدك اياني ضروري. حظك عاطل يا ممدوح، حظك عاطل. نعم؟ كنت حابب اعطيك الخدامة. يا ريت يا مراد اغا. ما بنسى لك هالمعروف طول عمري. ما قلت لك حظك عاطل؟ خير يا اغا. لمجرد ما فتحت تمي بدي احكي معها بهي الحديث هاد ما شف لك اياها الا هربت وجنت. يا لطيف. اي والله. شو هالحكي؟ وين بدها تروح؟ حدا 60 جهنم، وين ما بدها تروح تروح. خلص رح لاقي لك وحده غيرها واحسن منها كمان. لا يا اغا، انا بدي اياها هي بذاتها. عم اقول لك جنت وهسترت وهربت ويمكن ما ترجع. طيب خلينا نطول بالنا شوي، بركي بترجع.
على راحتك. بالنسبة لتحقيقات قيادة الشرطة يا آغا. شبه؟ قائد الشرطة حاطت موضوع طلال براسه. عالحارك بتروح بتتفقد لي شو أخبار التحقيقات بقيادة الشرطة؟ أنا هون عندي كم شغلة بالملكانة بخلصهم وبجي لعندك عالمخفر وبفهم منك شو صار. أمرك يا آغا. وبتنبه على معارفك بقيادة الشرطة، خليهم يضلوا عم يلغمطوا السيرة، وقد ما كلفي تتكلف ولا يهمك. وصل يا آغا. بدي هالسيرة تموت بأرضها بقيادة الشرطة. ولا يهمك يا آغا. قول الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. بدك شي مرعي؟ أبو مرعي؟ إيه؟ جاي على بالي كرمنتينة حامضة. شي؟ منين جيب لك كرمنتينة حامضة؟ شو بنا؟ عم قل لك جاي على بالي. اختلفنا بس هلا مو مسمها. بعدين شو قصتك انت امبارح طايف عصافيري واللي قبله زعفران وبابونش ومليسه خير؟ خلص خلص، شو بدك تفتح لي سيره ابو زيد الهلالي؟ ما عاد بدي. خلص ما عاد افتح لك شيء، صدقيني لما بصير موسم انا اجيب لك 10 سحاره، سحاره كرمنتينه حامضه، بس هلا دبري لي حالك بليموني حامضه. يلا خافي. الله معك، مع السلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. اهلين يا ام الصيف، جيتي بوقت التحدي. خير؟ شوفي قولي لي. ام الصيف بلتقى عندكم كرمنتينة حامضة؟ كرمنتينة حامضة؟ اصلا ما حتلاقي كرمنتينة حامضة هلا، بعدين لشو بدك اياها؟ بشتهيتها وانا رح اموت لحتى اكلها. لك لتكوني عم تتوهمي. معقول عم تتوهم؟ ليش مو معقول؟ لساني صبية. وست الصبايا كمان. الصبايا بتعرفي انا مو بس مشتهية الاكل، يعني هداك اليوم دخت ولعت نفسي. لك ايه، ان شاء الله الف 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 مبروك. الله يبارك فيكي وعقبالك. تسلمي، ان شاء الله بيطلع صبي وبيعوضك عن ابنك مرعي. يا رب يا رب. لأنه بالكلب لو حطوه بالقالب الف سنة بده يضلوا عاوش. خير يا اغا؟ هالواطي ابو العز عم يفكر بالهرب وعلى مستوى كبير كمان. شلون يعني؟ اكتشفت انه هالواطي عزيزة سرق من خزنة المالكانة 25 ليرة ذهب. يا لطيف. ولما واجهتها بالحقيقة نكرت وهربت كمان. هربت؟ اي نعم هربت، تقول فص ملح وداب. يعني هلا عزيزة سرقت الذهبات وهربت؟ لك شو عم احكي، تركي؟ بنت الكلب. لذلك بدي اياك تعرف لي من ابوها وين ممكن تروح وين ممكن تجي. بصير خير يا اغا. مدحت تدخل لعنده هلا وبتستلمه، لا ترحمه ابدا. مطلسي حريص يا اغا. بدي اياك تعرف لي وين راحت وين اجت وين ممكن تكون. تأمر يا اغا. افتح الباب يا ابني. امرك يا اغا. اطلعين من الفنجوانيه، والله هون ارطب واهوى. الله يسلمك يا ست الكل، وهي احلى كاسه شاي لاحلى ام نصري. لك نصري. قولي لي امي. شو هالقصص اللي عم تصير بالحاره؟ شايفه لك امي؟ والله شيء غريب. كل يوم مصيبه جديده. طيب، مين ممكن يكون ورا هالبلاوي كلها؟ انا شو بيعرفني لك امي؟ اذا الكباريه والعضوات والمخفر ما بيعرفوا، بدك ابنك الدرويش يعرف. يعني العالم بمين شاكة؟ لسه ما حدا بيعرف شي امي. يعني مو شاكة بمراد اغا؟ ليش؟ شو دخله الاغا؟ ما بعرف، بس انا هيك بظن. معناها خبيلي ظنونك ولا بقى تحكي فيها، احسن ما يوصل شي خبر للاغا. لك امي فكر بالعقل، كانت الحارة ما في احلى منها، ومن يوم ما رجع الاغا انقلبت الحارة فوقاني تحتاني. خلصنا امي، ظنونك ما لها بمحلها. بعدين الاغا اكثر واحد عم بيسعى لانه يمسك الزعران بالحاره، بعدين هو واحد من العضوات، يعني معقوله يوسخ حارته؟ اذا بيطوبوا لي سبع بحور انا متاكده انه الاغا له ايد بالقصه. امي الله يخليكي، له ايد له رجل، نحن ما دخلنا. شلون ما دخلنا؟ نحن مو عايشين بهي الحاره؟ امي مو اتفقنا انه نمشي الحيط الحيط ونقول يا ربي سترها؟ ايه. معناها من بعد اذنك
لا تفوتينا بقصص تحلمنا فيها. خايف لك نصري؟ لا مو خايف، بس ما بحب وجع الراس. وبوس ايدك لتفتحي السيرة مع حدا. فوق ما خنت العهد كمان عم تخون الاماني يا واطي. فهموني شو عامل من شو الله الله. راح فهمك شو عامل. اسمعوا لك، اسمعوا لك بهيم، اذا ما رح تعترف وين هربت بنتك بال25 ذهبيه راح فصفصك بسناني. دخيلك والله بنتي ما بتسرق، والله بنتي ما بتسرق، ما بتسرق. كذاب كذاب. ومخطط كمان انت وياها تهربوا يا كلب. مالك مخطط لشيء؟ الاغا اصدق منك ومن اللي خلفك يا كلب. عراسي عراسي تخلعت عراسي. حرام حرام يا مدحت. خطيه هيك تضربه؟ مو معقول. لما تضربه مره ثانيه بتشلحه وبتضربه هيك بلزق على جسمه. طيب مو سيدك يا اخ. معناتها بالجلسه الثانيه منلاقي لك دوباره. مدحت بالجلده الثانيه بتشلحه وبتضربه. وجب يا اخ. وين بنتك؟ وين بنتك؟ ما بتعرف ما هيك؟ الله لا يعرفك شو بيجعك. راجع لك. إياك كل حدا يدخل لعنده أو يحكي معه لحتى يعترف. بأمرك يا آغا. وإياك كل حدا يسقيه أو يطعميه أو يعطيه أي شيء. ها وجاب يا آغا. فهمت أنت وياه مزبوط؟ إيه أمرك. شرف أمرك. شفت شي فواز؟ نهائيا. شو رأيك سيدي؟ هاي الطاولة منيحة ما هي؟ ايه منيحة. محمد لحالك اقعد على هي الطاولة، نحن الثلاثة رح نقعد على هي الطاولة لحالنا أحسن. والله فكرة. يلا نشوفه. وأنا هيك رأيي. شوف محمد، في حال إجا فواز اقعد أنت وياه على هي الطاولة ودير بالك تطلع علينا أو تعمل حالك بتعرفنا. أكيد. يا طوني اهلا وسهلا محمد افندي. شو كانه فواز ما اجى؟ بعده ما اجى، بس هيدا وقته. بس هو اكيد رح يجي. هيك بالعاده. طيب بس اهتم لي بطاولة الشباب اللي هنيك. تأمر امر محمد افندي. شو هالحكي يا اغا؟ اي نعم، لذلك صار ضروري نلاقي البنت باي وسيله. أول شيء مشان ترجع لي الذهبيات، وتاني شيء مشان أقدمها للمحكمة بتهمة السرقة. أنت بتأمر يا آغا. بدي إياك تفتح لي محضر بهالشيء كمان. رح أفتح لك محضر يا آغا، بس بلا هالمخافر. ونحن في حال عسرنا على البنت رح نجيبها ونخليها ترجع لك الذهبيات، واترك لي إياها أنا أدبها بطريقتي وبلا ما نشرشحها بالحبوس يا آغا. يا سيدي هي ترجع لي الذهبات وساعتها شو بدك تعمل فيه يا عميل؟ يعني مسامحها يا آغا؟ تكرم عينك، رح اتنازل عن حقي من شانك. وأنا بوعدك يا آغا خلال أيام قليلة رح تكون البنت بين إيدينا. يا ريت يا ريت يا ممدوح أفندي. ورح تسامحني بالبنت؟ يا سيدي رح سامحك فيها دنيا آخرة، بس المهم ترجع لي الذهبات. اتفقنا. المهم تفضل احكي لي شو صار معك بقيادة الشرطة. ذكرتني يا آغا، ما عرفنا بدهم كام ذهبية مشان يسكتوا الناس اللي عملتوا يعجنوا بموضوع طلال. تكرم عيونك. العمى شو بلها موطي،
هالزلمة مثل بلوعة ما بيشبع معا. بدك شي تاني يا ابو العباس؟ علقت على فرع الحصان؟ ايه علقت. روح نام وريح بدنك. روح. طيب تأمر. ابو العباس رح طلعك لقمي تاكل. لا لا ما بدي تعشى. اعمل لي بريق شاي تاني. بريق شاي تاني؟ ابو العباس من الصبح انت عم تشرب شاي، صار لازم تاكل لقمه تسند فيها معدتك. نعيم انت من ايمتى بتاخذ بتعطي معي؟ اعمل لي بريق شاي ثاني يا وان. يعني ما بدنا نخلص من قصة الزعل يا بنتي. بدك يعني افرح يعني يا عمي؟ لك يا بنتي ما بدي اياكي تفرحي، بس كمان ما بدي اياكي تموتي حالك. اخ يا ريتني اقعد جنب امي واخلص بقى من هالدنيا وقرفها. وبتتركي ابوكي لحاله؟ ولي على عمري عليك يا ابي، يا خوفي يكون صاير له شيء وقاتلينه. لا تفولي علي يا بنتي، لا تفولي علي. انا بعرف كيف بفكر الاغا، اكيد بيكون انتقم منه. انت هدي وركيني وبيحل الحلال. كيف بدي اهدى والاغى عنده قتل البني ادم مثل شربة المي؟ كيف؟ انت اكرم من الله. لا اله الا الله. هلا بدي اياكي تركيني وتهدي يا بنتي لحتى نلاقي طريقه تنفدي فيها ابوكي. وعد فكر تبلغ الدرك، الاغى ايده طايله كثير. لك يا بنتي انا ما راح بلغ الدرك، ولعلمك الاغى لا يمكن يقتل ابوكي طالما هو ما بيعرف وين اراضيكي. هم الاغى هلا انه يلاقيكي، وهذا الشيء ما رح يحصل باذن واحد احد ولو على جستي. كيف عرفت؟ لانه رح يحاول يعرف منه وين عم تروحي وين عم تجي وبمين رح تحتمي. بس اكيد. اي نعم. يا ريت يا عمي، يا ريت. وابوك لا يمكن يعترف عن مكانك. بس رح يعذبوه. رح يتحمل، بلكي الله يفرج عليكم. امتى؟ فرج الله قريب يا بنتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا الله شو كلامك بيريحني. لا لا ولا لا يا بلا لا شبي بين رجالة، كل فارس حارس على باب بالنور مطرس شالة. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى من دهن قول الله. الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى نندح نقول الله. الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا. الله الله الله، يوم الوغى نندح نقول الله. لا لا
لحن من صون لنها بالعدا ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى نندح نقول الله يا ما شكت روحي يا ما ندها القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب.